السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع تيزي وزو، وبالضبط في بلدية تيكزيرت، اللي نعرفكم على هذه القرية السياحية الجميلة التي زارها ولي ولاية تيزي وزو، واللي ستفتتح هذه السنة بمناسبة حلول موسم الاصطياف. إذا هنيئا لسكان الولاية وكذلك للزوار، وأكيد تكون هذه إضافة للعروض السياحية في ولاية تيزي وزو. ونترككم تتابعون. السلام عليكم.